انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن. زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت امن اسمها نهلة ولا نهى معرفش، انا ما بتفرقش معايا، مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين، واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. حاول مع الكنيسه وشوف ولادك، طبعا ده هياخد وقت. هترجع مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. هل المنصرين اللي بيهاجموا الإسلام بيهاجموه محبة في المسيحية، ولا بيهاجموه علشان مواقف شخصية حصلت لهم وعملت لهم مرض نفسي؟ يطلعوا على الشاشات ويفهموا المسيحيين إنهم يدافعوا عن المسيحية وهم في حقيقة الأمر مرضى نفسيين اتعرضوا لأزمات في حياتهم خليتهم متجننة، وعلى رأسهم طبعا المجنون زكريا بطرس. من فترة طويلة طلع القمص المدلس زكريا بطرس في فيديو كعادته طبعا بيخترع قصة من القصص اللي بنشوفها في الأفلام وبنسمعها في أساطير ألف ليلة وليلة، وقال إن في سنة 48 كان ليه أخ كبير اسمه فؤاد بطرس حنين، عنده عمل حر وكان بيروح يوعظ في الكنائس. وفي يوم وهو رايح قرية من القرى يوعظ فيها مسكوا المسلمين سنة 48 وجروه داخل الدرق وضربوه بالبلط، وبعدين قطعوا لسانه علشان لو كان لسه في روح ما يعرفش يبلغ عنه، ودخلوا سيخ حديد في صرصور ودنه خرج من ودنه التانية. ان سنة 48 لي اخ كبير كان كارث برضه، كانت النتيجة ان المسلمين اخوان المسلمين قتلوه، ضربوه بالبلطة في راسه، وقع على الأرض، حطوا سيخ حديد من ودنه ودقوه في الأرض ثبتوه وقطعوا لسانه اللي كان بيكرز بيه. بس ربنا حول المرارة اللي في قلبي نحو المسلمين إلى إشفاق غلابة. بيعملوا كده ليه؟ وانشغلت منذ ذلك الحين بالموضوع. يعني انت منذ ذلك الحين اتحولت المرارة اللي في قلبك اتجاه المسلمين لإشفاق؟ كذاب، لانك منذ زمن بعيد وحلقاتك كلها قذارة وشتم وسب للإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، وكل ده بالتدليس والكذب، وانت عارف كويس وانا كشفت كذبك وتدليسك اكتر من مرة يا حرام العلاقة. ده انت حتى مش بتجيب كتاب ولا مرجع كامل بتستشهد بيه، كل اللي بتعمله بتصور غلاف الكتاب والمحتوى بتعمله طبعا على هيئة نص مكتوب من خلالك علشان تعدل وتدلس براحتك، ودلوقتي اتضح انك بتبشر بالمسيحية وتهاجم الاسلام بسبب الحادثة اللي حصلت لاخوك، مش علشان زي ما بتقول انك بتسمع كلام الانجيل وحبا في المسيحية. طلع كل الكلام ده اوانطة، وحتى صبيانك اللي انت مسرحهم علشان يهبدوا خلاص مش عارف تختارهم، لدرجة انك اخترت عامل نظافة في شركة منتجات طبية، مع احترامي طبعا لعمال النظافة الشرفاء، اخترت عامل نظافة ان يعمل فيديوهات علشان يدلس زيك بالظبط ويقول ان نهى السيد بتهاجم المسيحيه. دي اول حلقه ارد فيها على السيده نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحيه وتركت المسيحيه ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب علشان تهاجم المسيحيه، وعلشان هو صبي زكريا بطرس فبيدافع عنه، وعمل اكتر من فيديو علشان يلمع صورته. ومن ضمن العناوين البراقه اللي عملها لتلميع صوره زكريا بطرس ومهاجمه المسلمين، القمص زكريا بطرس يفتح ملفات خطيرة من كتب التراث، القمص زكريا بطرس يدهس محمود داود في حلقة عمر أخازيا الملك،
الرد الساحق للقمص زكريا بطرس على محمود داوود حول المناظرة المرتقبة؟ لا، وكمان بيهاجم الإسلام والمسلمين في حلقاته، منها أزمات القرآن على مر التاريخ، هل القرآن الكريم كرم مريم العذراء أم اتهمها بالزنا، والأكذوبة الإسلامية في تحريف الكتب النصرانية. والشخصية اللي بتكلم عنها هي شخصية نكرة طلعت على الميديا في الفترة الأخيرة علشان تنضم لصفوف مدرسة الكذب والتدليس اللي أنشأها زكريا بطرس، واللي بتكن كره شديد للإسلام والمسلمين بسبب ظروف شخصية مروا بيها. فتعالوا نعرف الظروف الشخصية اللي دفعت هذا النكرة انه يتم تجنيده في معسكر الكذب والتدليس. فالشخص ده اسمه بالكامل مخلص ألفونس ياني روفائيل، وهو عامل نظافة بشركة ألترا للمنتجات الطبية بعرب العوامر بأسيوط، ولا يحمل أي مؤهل دراسي، ويدعي أنه باحث في مقارنة الأديان بالرغم أنه جاهل، وجهله يتضح في المنشور اللي كتبه وفي أخطاء إملائية. معلش، هننتظر إيه من واحد فاشل في التعليم؟ وهو يقيم في حي كوم عباس التحتاني حارة يعقوب الرتل منزل ألفونس رقم 5 بمدينة أسيوط، ويقوم بتصوير حلقاته اللي بيزدري فيها الدين الإسلامي من منزله في الدور الثاني، بمساعدة ابن أخته وناس أصحابه اللي بيساعدوه في الإعداد والمونتاج ونشر الحلقات. أما السبب بقى اللي خلاه يكون حاقد على الإسلام والمسلمين وقرر أنه ينضم لمدرسة زكريا بطرس الكذاب، هو سبب خطير جدا قعد فترة طويلة مخبي السر ده لغاية ما ربنا أراد أنه يفضحه، وعرفت أن حماته أسلمت لله سبحانه وتعالى من زمن طويل. والدليل بنعرضه للناس علشان الكل يعرف الحقيقة ويعرف أن أم زوجته أسلمت، فحصلت له عقدة من الإسلام والمسلمين، وعمل قناة يزدري فيها الإسلام ويعمل حلقاته اللي بيسب فيها الدين الإسلامي. وبالفعل تم تقديم بلاغات فيه، وتم منعه من السفر اللي كان بيحلم بيه ويحاول كتير وكان بيفشل بسبب انه مش معاه مؤهل دراسي. ومن خلال قناتي بقدم بلاغ للنائب العام والأمن الوطني في هذا الشخص لإزراءه الدين الإسلامي ونشر أكاذيب ودفاعه عن القمص الهارب خارج مصر زكريا بطرس. وسأستمر بإذن الله سبحانه وتعالى بفتح كل من تسول له نفسه التلفظ أو نشر أكاذيب وتدليس عن الإسلام أو أي هجوم علي شخصيا، فسيناله ما لا يرضيه وما لا يحمد عقباه، وقد أعذر من أنذر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.